الديناصورات وصل. اهلا اهلا من بعوان. اهلا يا ريان، كلم المطبخ بسرعه خليه يدور. من عينيا يا معلمه. ايه يا خالو ده، انتوا خلصتوا الكبده كلها يا ابني؟ هاتله كبده. خلصت يا باشا. ما خدتش كبده. انا ما خدتش كبده. والمكرونه البشاميل دي كمان مالها رخه؟ ليه بيحطي بالطين على الوش؟ مش بيضه واحده، ليه حاطه بيضه واحده؟ ايه مش عاجبك؟ لا لا بس كانت هتبقى احلى من البتين. عشان كده اكلت نصها بس. السكر ده جالي منين بس؟ انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي عالي عالي. خلاص بقى وحشتني يا عجل. انا علاقتي بالاكل زي علاقه اتنين صحاب. لا صحاب ايه؟ اتنين متجوزين وبيموتوا في بعض. وفي تلك الظروف العصيبة قررت اني مش هخس. انا الماجستير بتاعي عن السمنة، وانت بالنسبة لي كنت حلو. نفضت لي، طلعت بالنسبة لها مجرد حالة. خير في الماجستير اللي بتعمله عن التخان. انا قلت لك خس خس عشانها او عشان غيرها يا اخي. كنت نصحت نفسك انت. انت عارف كويس قوي الحل ده مش سهل. انت ضعيف وبتعمل زي ما انا عملت بالظبط. سبت عمري يتسرق مني وانا واقف اتفرج عليه. ما تغلطش غلطتي يا مجد. انت عايزني اقول لك ايه؟ بحبك ويلا نتجوز واتفرج بقى على اولادي وهما بيتيتموا زي ما انا اتيتمت عشان امراض الدنيا اللي عند ابوهم بسبب وزني. ولا اقول لك؟ روح يا مرتي روح، وبألبس بقى هدومك بالعافية، واصحى من صوت شخيرك وانت نايم، وانهج وانت بتلبس الشراب، وكل بسهولة براحتك. انت في عز شبابك، وخد بالك انت اللي على قلبك ده دهون مش هموم. احمد ربنا ان لسه قدامك فرصة. اهلا بكم. انا من رايي دايما ان اكس لارج واحد من اعظم الافلام عبر تاريخ السينما المصريه، اللي قدمت فكره مهمه جدا وقدمت شيء اجتماعي خطير للغايه، هو انه مريض السمنه معاناته وما بعدها معاناه، ودخلتنا في قلب عالم ربما لا يعرف عنه الكثيرون الكثير. خلينا كمان احكي لكم قصه تانية لماري ماكسويل، قصه مشابهه لكده. هي قصه ماري ماكسويل تجسد حاجه مهمه، ان طريق السمنه بيبدا بمعاناه، معاناه نتيجة فقد حد من العيلة، نتيجة الوحدة، نتيجة إحساسها بأنها مش مدعومة عائليا. البنت دي وهي صغيرة فقدت أبوها، وبعدين بقى مامتها توفت وعمتها كمان، والاتنين كان عندهم سمنة، مامتها وعمتها توفوا بنوبة قلبية بسكتة قلبية. قررت أنها تخس، عملت عملية، بقت ماري ماكسويل 68 كيلو، بقت حاجة تانية خالص خالص خالص. نفسي أشوفها بقى وهي بعد العملية حاجة مختلفة تماما عن ما كانت قبل العملية أو أيام ما كانت. هي دي ماري ماكسويل طبعا، أتراكتف جدا وجذابة جدا جدا، وبقت حاجة مختلفة تماما عن ما كانت قبل ذلك. قصة مهمة، لكن الحوار سيكون أكثر أهمية مع ضيف عزيز علينا، وطبعا قمة علمية كبيرة، وأستاذ الأساتذة، وشرف لينا وجوده معنا في الدكتور، وإضافة كبيرة للإعلام الطبي. أعتقد أنه قيمة علمية في مثل قيمة ضيف العزيز تتحدث بشكل مباشر للشاشات بعد حوار طويل في المدرجات. أكيد هتستمتعوا مع الأستاذ الدكتور محي البنا. هدفنا هو أن احنا نحسن الصحة العامة للمريض. بالنسبة لعملية تحويل المسار، هي عملية لعلاج مرض. مريضة السمنة المفرطة تسترد قدرتها الإنجابية. معظم الأطفال اللي عندهم سمنة مفرطة يبقى عندهم صغر عطاء تناسلية، وهرمون الذكور عندهم قليل. عنده مشكلة أخطر بكتير قوي من إن احنا نسيبها ونقول لا ده لسه صغير. الأستاذ الدكتور محيي البنا، أستاذ جراحات السمنة والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الأمريكية، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، وعضو الرابطة الدولية لجراحات السمنة، سكرتير الجمعية المصرية لجراحات السمنة. اهلا بيك يا استاذ منور. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور ايمن. الله يخليك. خلينا نبدا الحوار النهارده. احنا بدانا واضح قوي مرحله جديده في الحوار مع السمنه، وهي حوار العائله. ان السمنه غالبا
فرد من عائلة مزعجة جدا. السمنة هي الزعيم. لكن في حد في ناس في العيلة يعني صحيح. في ناس جاية زي ما بيقولوا المصايب ما بتجيش في فرادة، هي بتيجي في جماعات. صحيح. فواضح بقى لنا كده فترة، والفترة اللي جاية أعتقد هنتكلم كتير عن عائلات السمنة أو التجمعات اللي بتحيط بالسمنة أو أصدقاء السوق ورفقاء السوق للسمنة، من ضمنهم فتق الحجاب الحاجز وارتجاع عضلة المريء. ليه كتير من السمان عندهم هذه، انا مش هنقول متلازمه ولا هي ممكن يتقال عليها متلازمه؟ لا، هو خلينا نقول ان السمنه مش بس مرض، هو يصاحبها عدد من الامراض، الامراض المصاحبه للسمنه. امراض المصاحبه للسمنه النهارده حوالي 60 مرض، من ضمنهم فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء. فتق الحجاب الحاجز هو تكوين الطبيعي في الجسم، الحجاب الحاجز بيفصل تجويف الصدر عن تجويف البطن، وفي فتحة في الحجاب الحاجز بيعدي فيها المريء إلى البطن، والاتصال اللي ما بين المريء وما بين المعدة موجود داخل تجويف البطن تحت الحجاب الحاجز. عند بعض الناس جانكشن دي، الاتصال ما بين المريء وما بين المعدة، نقطة الاتصال بتبقى موجودة داخل الصدر، نتيجة أن الفتحة اللي موجودة في الحجاب الحاجز بتبقى أوسع من الفتحة الطبيعية. الحقيقة ان فتق الحجاب الحاجز موجود عند بعض الناس الذين لا يعانون من السمنة، الناس اللي وزنهم طبيعي، لكن مرضى السمنة المفرطة نسبة حدوث فتق الحجاب الحاجز فيهم اكتر بكتير جدا من اصحاب الوزن الطبيعي. السبب انه وجود الدهون وتراكم الدهون في الاحشاء بيضغط على المعدة وبيخلي الاسوفاجو جاستريك جونكشن، الوصله اللي ما بين المعده والمريء، تتزحزح من مكانها تحت ضغط الاحشاء اللي موجوده في والدهون اللي موجوده في البطن، وتطلع من خلال الفتحه. برضو زياده الضغط داخل تجويف البطن بيوسع الفتحه اللي موجوده في الحجاب الحاجز. وعشان كده نسبه حدوث فتق الحجاب الحاجز في مرضى السمنه المفرطه اعلى بكتير جدا من اصحاب الوزن الطبيعي. هنا احنا عاوزين نتكلم عن ان في فتق الحجاب الحاجز وفي ارتجاع المريء. نفهم الناس الفرق بينهم. الفرق بينهم، ارتجاع المريء ده مرض وظيفي، يعني مفروض انه في عضله موجوده في اسفل المريء، صمام، الصمام ده يسمح بان الاكل والسوائل يعدوا من المريء الى المعده، ويمنعوا عوده الاكل والسوائل من المعده الى المريء. لو في خلل في الصمام ده او ضعف في العضلة دي، الأكل والسوائل بيمروا في الاتجاهين، وده اللي بيسبب أعراض ارتجاع المريء، اللي هي حموضة دائمة، حرقان في أسفل الصدر أو في أعلى البطن، المريض يأكل وينام على ظهره ويلاقي الأكل ممكن في بعض الحالات المتقدمة يرجع لوحده. بعض الناس اللي بتعاني من كحة دائمة يقول أنا عندي شرقة بالذات بعد الأكل، خصوصا لو أكلة كبيرة أو أكلة دسمة أو أكل فيه شطة، فيه فلفل، فيه سبايسز، فيه بهارات. بعض الناس بتعاني من أزمة في سن، أزمة صدرية في سن كبير. نص الناس اللي بيجي لهم أزمة صدرية في سن كبير بيبقى سببه ارتجاع المريء. فارتجاع المريء ده مرض وظيفي، دي مشكلة في العضلة اللي موجودة في أسفل المريء. لكن فتق الحجاب الحاجز ده مرض تشريحي، يعني عندي زي الفتق اللي بيحصل ان عندي فتحة في العضلات، والفتحة اللي في العضلات دي بيعدي منها محتويات تجويف البطن الى تجويف الصدر. اكتر حاجة تمر في الفتحة دي هو المعدة، لان هي دي الفتحة في الوضع الطبيعي اللي بيعدي منها المريء من تجويف الصدر الى تجويف البطن. لما تتسع ممكن جزء من المعدة بيطلع الى تجويف الصدر. اذن عندنا حاجتين، فتق الحجاب الحاجز وعندنا ارتجاع المريء، الاثنين نسبة حدوثهم أعلى في مرضى السمنة المفرطة. هل التراكم الدهون هي السبب؟ يعني هل الاثنين جم بالصدفة مع بعض ولا واحدة أدت للتانية؟ لا، تراكم الدهون أحد أسباب ارتجاع المريء وأحد أسباب فتق الحجاب الحاجز. وعايز أقول أن المرضين دول بالذات فتق الحجاب الحاجز ده مرض جراحي. يعني لابد، طبعا هو له درجات، كل مرض من المرضين دول له درجات، لكن عند درجة معينة لابد من تدخل جراحي. لأنه لهم مضاعفات. لو تساب ارتجاع المريء يعمل التهابات أسفل المريء، الالتهابات دي ممكن تتقدم وممكن تسبب أورام. فتق الحجاب الحاجز لو تساب وطلع جزء من المعدة في تجويف الصدر بيعمل أعراض عند المريض بعد الأكل، يحس بدقات قلب سريعة، يحس بمشاكل في التنفس بعد الأكل،
وإذا ترك ممكن تحصل مضاعفات في المعدة، يعني ممكن جزء من المعدة يتأثر بالموضوع ده، زي ما بيحصل اختناق في الفتق اللي في جدار البطن، ممكن يحصل اختناق في الفتق اللي موجود في الحجاب الحاجز. عايزين نشرح للناس عشان بس يبقوا فاهمين هم ادي الفتحة الوضع. ادي الفتحة اللي بيمر في الوضع الطبيعي، بيمر المريء الى من تجويف الصدر الى تجويف البطن، وده بعد اصلاح الفتق يرجع تاني الوضع الطبيعي اللي هو المعدة بالكامل موجودة في تجويف البطن، والصلة اللي ما بين المريء، الوصلة اللي ما بين المريء أو الصمام اللي ما بين المريء وما بين المعدة موجود داخل تجويف البطن. لكن في حالة الفتح، الفتحة دي بتوسع وجزء من المعدة يطلع لتجويف الصدر. اللي عنده بقى سمنة مفرطة وعنده فتق في الحجاب الحاجز، راجل بياكل كتير كده كده، كمان في عامل مهم اضيف ان هو اكلاته غالبا كلها سيئه جدا، لانه طالما هاكل كتير هاكل اكل سيء، اكل دسم، اكل بينقي بقى اكل ستريت اللي هو جانك فود. الحته دي بتعمل اكل كويس بروح الحته دي بتعمل اكل، لان هو بيدور على الاكل الديليشس اللي هو ممتع، فده موجود في الشوارع بالزبط. مش موجود في البيت يعني. ما برضو مهما البيوت عملت اكل الا اللي عملوه زي بتوع الشواء، يعني حط له سمنه كتير بقى وحط له بهارات كتير، قلبوه الاكل غير صحي على الاطلاق. تمام. يعمل ايه؟ احنا كان قبل عمليات جراحه السمنه ما تستقر وقبل ما تتعمل بالمنظار، كان فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء زي ما قلنا لهم درجات. في الدرجات في الاول لها علاج طبي دوائي، اذا تقدم المرض وما استجابش العلاج الدوائي بنعمل علاج جراحي. لكن الخبرة أثبتت أنه مريض السمنة المفرطة لو عمل عملية لفتق الحجاب الحاجز أو لارتجاع المريء، نسبة كبيرة جدا يرتد المرض تاني، يرجع تاني عنده ارتجاع المريء ويرجع عنده فتق الحجاب الحاجز. فالمريض اللي عنده سمنة مفرطة وعنده فتق في الحجاب الحاجز أو سمنة مفرطة زائد ارتجاع في المريء، لابد من عملية للسمنة المفرطة. لكن لو عمل عملية للسمنة المفرطة من غير ما العملية دي تتعامل مع ارتجاع المريء وتتعامل مع فتق الحجاب الحاجز، يبقى احنا صلحنا السمنة المفرطة وما صلحناش ارتجاع المريء ولا فتق الحجاب الحاجز. كتير من المرضى النهاردة اللي عملوا عمليات سمنة مفرطة عندهم مشاكل ارتجاع مريء ومشاكل فتق في الحجاب الحاجز، لان العملية كانت بس موجهة للسمنة المفرطة. بالذات عملية تكميم المعدة، لان عملية تكميم المعدة النهاردة منتشرة جدا، كتير من الجراحين بيعملوها، كتير من المرضى بيفضلوها. هي عملية جيدة جدا، لكن عملية دقيقة جدا، دقيقة في اختيار المريض اللي تناسبه العملية، دقيقة في طريقة إجراء العملية، دقيقة جدا في نقطة هل في ارتجاع في المريء ولا لا، وهل في فتق في الحجاب الحاجز ولا لا. ودي مسألة مهمة. بعض الجراحين مقررين أو يعني توصل الجراح مع المريض أنه يعمل عملية تكميم معدة، بيعمل له عملية تكميم معدة، لكن مش في باله، مش مركز فكرة انه لازم يستكشف الحجاب الحاجز ويشوف هل المريض ده عنده فتق في الحجاب الحاجز ولا لا. طبعا دي عملية تكميم المعدة، احنا استأصلنا جزء من المعدة وسيبنا جزء على شكل كم، وده من هنا جه اسم العملية. لو المريض عنده فتق في الحجاب الحاجز، الجزء الاعلى من الكم ده من الانبوبة اللي فاضلة في المعدة هيطلع في تجويف الصدر. وده يعمل لنا اعراض زي فتق الحجاب الحاجز. يعمل لنا بعد الاكل المريض يحس ان دقات قلبه سريعه، يحس ان هو نفسه مش مظبوط، يعني بيجي له مشاكل. وعلشان كده مع تكميم المعده بالذات لابد من استكشاف الحجاب الحاجز، لازم نكشف الجزء اللي بيعدي منه المريء الى المعده، واذا كان المريض عنده فتق في الحجاب الحاجز وده موجود في نسبه كبيره من مرضى السمنه المفرطه، لابد من اصلاح فتق الحجاب الحاجز اثناء اجراء عمليه تكميم المعده. دي نقطه بعض الناس مش هتلتفت ليها، ودي نقطه دقيقه في عمليه تكميم المعده، لانها بتاثر على المريض بعد العمليه. لها تاثيرات بعد العمليه، ولها تاثير كمان، ده بحث جديد اثبت ان لها تاثير على نسبه النزول في الوزن. اكتشاف فتق الحجاب الحاجز اثناء عمليه تكميم المعده واصلاح فتق الحجاب الحاجز، اولا بيصلح ارتجاع المريء بعد العمليه، ثانيا بيحسن نتيجه العمليه، المريض بيفقد وزن اكتر من لو كان المريض عنده فتق في الحجاب الحاجز وما اخدناش بالنا وما تعملش اصلاح لفتق الحجاب الحاجز. هنقف هنا قدام نقطه مهمه جدا، بما انه في
واقع اسمه جراح بيعمل عملية تكميم معدة، وإن كان ده واقع سيء وإحنا اتفقنا إنه غير علمي وغير منضبط، لكن هل أنت بتشوف حضرتك عمليات تكميم المعدة ونتائجها كعملية كتقنية عملية حتى لأولئك الذين يلعبون في ملعب محدود ضيق اسمه تكميم معدة بس، شايفها بتتعمل صح ولا بتتعمل مش صح؟ عملية تكميم المعدة فيها نقط فنية كتير جدا بتأثر على نتيجة العملية. أين تبدأ المعدة وأين تنتهي؟ احيانا بتبقى الامور واضحه جدا وسهله جدا، واحيانا بيبقى فيه التصاقات، بيبقى فيه دهون، بيبقى فيه تراكم دهون في دوشه ادغال، احيانا بيبقى التصاق المعده التصاق المعده بالطحال غابه جوه بالظبط كده، بيبقى التصاق ما بين المعده والحجاب الحاجز، احيانا بيبقى فصل المعده عن الانسجه المحيطه قبل ما ندبس ونقطع، بتبقى مساله دقيقه جدا عاوزه خبره عاليه جدا. وعشان كده تكميم المعدة نتائجها variable، نتائجها مش ثابتة، بعض المرضى يحققوا نتائج عالية جدا، بعض المرضى ما يحققوش النتائج المرجوة. السبب ايه؟ انه مش هي نفس العملية بتتعمل لكل المرضى. بعض العمليات بتبقى سهلة تتعمل بشكل سليم توصل النتيجة اللي احنا عاوزينها، بعض العمليات تبقى صعبة فما تتعملش العملية بالشكل السليم فالمريض ما ينزلش في الوزن وما يحققش من العملية الهدف. وعشان كده هي عملية فيها نقط فنية كتير جدا، على قد ما هي عملية تبدو سهلة لكن فيها نقط فنية كتير جدا، ما كانش يتم بالطريقة السليمة مش هتحقق النتيجة. اللي احنا شايفين النقط، طب ايه اهم هذه النقط؟ اهم النقط ان احنا نعرف فين بداية المعدة، اللي هي فتحة الفؤاد، اللي هي الفتحة اللي قلنا عليها اللي موصلة المريء بالمعدة، وفتحة البواب اللي هي ما بين المعدة، اللي هي في نهاية المعدة ما بين المعدة وما بين الاثنى عشر. لازم نبتدي الفصل ما بين المعدة والأنسجة المحيطة من على بعد 4 سنتي من فتحة البواب من آخر المعدة. وفي الجزء الأعلى من المعدة لازم نفصل قبة المعدة بالكامل. فصل قبة المعدة بالكامل يتطلب فصل المعدة عن الحجاب الحاجز، فصل المعدة عن الطحال، فصل المعدة عن التصاقات، عن الدهون والأحشاء اللي موجودة في البطن. أثناء التدبيس كمان لازم مراعاة أن السطح الخلفي للمعدة لابد برضو من فصله بالكامل لأن بقى فيه التصاقات ما بينه وما بين البنكرياس. أثناء التدبيس لازم نمشي في خط مستقيم، يبقى نفس الدبابيس ماشية نفس الخط، ما فيش فيه زجزاج، ما هوش زجزاج، ما فيش فيه التواءات، ما فيش فيه اعوجاج. النقطة المهمة جدا هو عندنا اللي بنسميها الانسيزيورا، اللي هو الدبوس التاني في المعدة. الدبوس التاني في المعدة ده يعني مهم جدا، من اهم النقط في اجراء العملية، نقطة فاري كروش. احنا عملنا الدبوس الاولاني اللي هو من عند فتحة البواب، وبعدين جينا ندبس الدبوس التاني، الدبوس التاني ده عند الانسيزيورا اللي هي منتصف البادي اوف ذا ستمك، منتصف جسم المعدة تقريبا. النقطة دي لو ضيقة جدا تعمل لنا انسداد او تعمل لنا تسريب، تزود نسبة التسريب. لو واسعة جدا المريض هياكل، مش هتحقق النتيجة المطلوبة، هياكل بشكل طبيعي جدا ومعدته هتبقى قابلة للتمدد. اذا لها مقاس معين، لها نقطة معينة لازم نعمل عندها التدبيس. عند فتحة الفؤاد زي ما قلنا عندنا اكتر من نقطة، لازم نتأكد ان مفيش فتق في الحجاب الحاجز، ولو في فتق في الحجاب الحاجز نصلحه. النقطة التانية ان التدبيس او الدبوس لازم يتحط على بعد سنتي من فتحة الفؤاد علشان ما يسدش فتحة الفؤاد، ما يعملش انسداد اسفل المريء، وفي نفس الوقت ما يبعدش قوي وإلا هنسيب جزء من قبة المعدة، فبرضو مش هحقق النتيجة، المعدة هتتمدد بعد العملية. فزي ما بقول ان فيها نقط فنية كتير جدا تبدو سهلة لكن اجراءها بشكل سليم عشان تحقق النتيجة المرجوة لا عايزة دقة عالية جدا. لكن تظل سؤال للجمهور، تعالوا نشوفه الجمهور بيسأل فيه ازاي. لو حصل تسريب أثناء عملية السمنة كده يعتبر العملية فشلت؟ ده سؤال كلاسيكي يعني يعني ايه شعبي، اسئله الشعبيه. هي السؤال انا هكمله لها، ازاي هنتعامل معه وهل تعتبر عمليه فشلت ام لا؟ اولا التسريب هو طبعا بيقلق الناس جدا،
التسريب دلوقتي لو عملنا العملية بشكل سليم واستخدمنا دباسات جيدة، دباسات حديثة، أحدث أنواع الدباسات، نسبة التسريب مفروض تبقى أقل من 1%. هو أهم حاجة في التسريب إن احنا نكتشف التسريب، نكتشفه في الوقت المناسب. نمرة 2، نعرف سبب التسريب، هل سببه في ضيق في جزء من المعدة، في قفلنا الأوعية الدموية في جزء من المعدة، في أسباب كتير جدا للتسريب، لازم نعرف السبب الأول. نمرة 3، التعامل مع التسريب يتوقف على سبب التسريب. بعض أنواع التسريب ممكن علاجها بعلاج تحفظي بدون جراحة، المريض يقعد في المستشفى ياخد محاليل، ما يحطش، ما ياكلش، ما يشربش، وبياخد محاليل وأدوية والتسريب يقفل لوحده. في أنواع من التسريب بتحتاج دعامة تتركب جوه المعدة بالمنظار، وأحيانا نحتاج أنبوبة داخل البطن علشان تصرف السوائل اللي خارجة من المعدة. بعض الحالات تحتاج تدخل جراحي تاني، سواء بالمنظار الجراحي أو بالجراحة المفتوحة. لكن أهم حاجة في التسريب هو أولا تكنيك العملية علشان لمنع التسريب، نمرة 2 الاكتشاف المبكر للتسريب، نمرة 3 تصنيف التسريب، ايه نوعه، نمرة 4 ايه سببه، وعلى اساس كده يجي نمرة 5 وهو علاج التسريب. هل ترى انه المجتمع المصري عنده او العربي عنده الان تحديد واضح لمن هو المناسب لعمليه تكميم المعده، ولا لسه المساله فيها نوع من الاقبال غير او يعني الرغبه الملحه في تنفيذ شيء بدون النظر الى تبعاته او الشيء المناسب له؟ لا، هو يعني في احنا في عصر تكميم المعده في جراحات السمنه يعني، وهو كان دايما يبقى في عمليه كده تاخد الابر هاند كده، تاكل الجو كده والناس كلها تروح تعملها، وده اللي ما بيخليش نتائج العملية على المستوى المطلوب، لأنه مفروض نختار العملية المناسبة للمريض المناسب. بعض المرضى بتناسبهم عملية تحويل المسار، بعض المرضى بتناسبهم عملية تكميم المعدة مع ملاحظة أن تدبيس المعدة القديم ده انتهى في العالم كله. ولسه برضو في خلط شعبي ما بين كلمة التدبيس وما بين التكميم، كل الناس بتستخدم كلمة التدبيس، لا هو التدبيس بطل عالميا. تكميم المعدة هي الأنسب لمريض ما يكونش عنده سكر، ما يكونش أكيل حلويات وسكريات، ما يكونش عنده ارتجاع في المريء. اللي عنده ارتجاع في المريء أو أكيل حلويات وسكريات، شوكولاتة وبسبوسة وحلويات شامية، عصائر عالية السكر، بيحط سكر كتير في المشروبات بتاعته، عملية تكميم المعدة مش هتحقق له النتيجة. المريض اللي عنده سكر تكميم المعدة مفيدة، لكن تحويل المسار بيحقق فايدة أعلى لمريض السكر، وعشان كده لازم اختيار العملية المناسبة للمريض المناسب. الناس لما تيجي تشوف عملية تحويل المسار وتكميم المعدة كأنيميشن يتهيأ لهم انه البديهي، وده انا بحترم اللي بيفكر كده، ان تكميم المعدة اقدم، رغم ان الواقع بيقول ان تحويل المسار هو العملية الاقدم من تكميم المعدة. ده صحيح، عملية تحويل المسار في شكلها البدائي الاولي اتعملت سنة 1966. وحصل فيها تطورات من اللي هي الرو ان واي، عمليه رو على حرف واي اللي اتعملت بعدها بثلاث سنين، ثم عمليه التحويل المصغر اللي اتعملت سنه 97. دي الثلاث مراحل. عمليه تكميم المعده هي بدات في الالفينات 2002. فالعمليه تحويل المسار هي العمليه الاقدم، ما زلنا نعتبرها هي العمليه الاولى، هي المعيار الذهبي يعني، هي المرجع بتاعنا، هي أفضل نتائج. عملية تكميم المعدة زي ما نقول هي عملية مناسبة لبعض المرضى، مريض صغير في السن، مريض كبير في السن، مريض عنده مرض في الأمعاء، مريض عنده التصاقات في بطنه من عمليات سابقة مؤثرة على الأمعاء، مريض ما يكونش أكيل حلويات وسكريات، وما يكونش عنده ارتجاع في المريء. وعشان كده يعني المريض لازم يشترك مع الدكتور، والدكتور يشترك مع المريض في اختيار العملية المناسبة. أول ما أسمع من جمهور أو من مريض كلمة المريض المناسب لإيه، بابا مبسوط جدا. تعالوا نشوف مع بعض. دكتور تحب أسأل مين المريض المناسب اللي ممكن يعمل عملية تحويل مسار المعدة؟
سألت سؤال مهم جدا. تحويل المسار هي عملية من عمليات جراحة السمنة، فهو السؤال مين المريض اللي يعمل عملية جراحة سمنة؟ كل مريض مؤشر كتلة الجسم بتاعه أكتر من 30 لو معاه أمراض مصاحبة، لو عنده سكر، ضغط، كوليسترول، أمراض في المفاصل، فتق في الحجاب الحاجز، الأمراض المصاحبة للسمنة، أو مؤشر كتلة الجسم فوق 35 بدون أمراض مصاحبة للسمنة. مؤشر كتلة الجسم احنا بنحسبه ازاي؟ بنقسم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. ده الجدول بتاعنا. من أقل من 25 ده وزن مثالي، 26 ل 30 نعتبره زيادة في الوزن أوفر ويت، أكتر من 30 ده الدرجة الأولى من السمنة كلاس 1 أوبيزيتي، 35 ل 40 ده كلاس 2، أكتر من 40 ده سيفير أوبيزيتي، أكتر من 50 سوبر أوبيز ده حاجة ضخمة جدا. فأي مريض كلاس 1 أوبيزيتي مع مرض من الأمراض المصاحبة تناسبه عملية تحويل المسار. عملية تحويل المسار أنسب لمريض السكر، مريض عنده ارتجاع في المريء، مريض نهم للحلويات والسكريات. يعني الحلويات والسكريات بتدوب في البق وبتنزل على شكل سائل، فهتنزل بعد عملية تكميم المعدة، رغم ان المعدة بتبقى على شكل أنبوبة صغيرة، لكن هتعدي فيها الحلويات والسكريات، هتعدي فيها السوائل والعصائر اللي السكر فيها عالي، هياخد المريض سعرات حرارية عالية، مش هيحقق النتيجة اللي هو عايزها. نورتنا. الله يخليك، أشكرك. وسعدنا بهذا اللقاء سعادة خامرة وشرف كبير لينا وجودك معنا. أشكرك، متشكر جدا. القيمة العلمية الكبيرة وأستاذنا الأستاذ دكتور محي البنا، استشاري جراحات السمنة والجهاز الهضمي وأستاذ الجهاز الهضمي وجراحات السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الأمريكية وعضو الجمعية الأمريكية والرابطة الدولية لجراحات السمنة وسكرتير الجمعية المصرية لجراحات السمنة، كان ضيف العزيز في الدكتور. خليكوا دايما مع الدكتور.